حاسين إنه كتروا المرات لما ما عم تقدروا تشتروا اللي بدكن إياه؟ في شيء اسمه مؤشر أسعار الاستهلاك CPI. هيدا المؤشر هو عبارة عن كل شيء بيستهلكه المواطن كل شهر، مثل الأكل، الألبسة، السكن، أدوات منزلية، طبابة والتأمين، نقل، فواتير الكهرباء والموتور، فواتير المي، فواتير التليفون، أقساط المدرسة أو الجامعات والظهرات. كل وحدة من هول المصاريف إلى وزن. مثلاً أجار البيت هو 16% من مصاريف المواطن الشهرية، والأكل 20%. لنقيس كيف عم يتغير هالمبلغ شهرياً، منحدد شهر أساس بتكون قيمته 100. مثلاً شباط 2012 100، بيصير كل تغير من بعده بيقيس التضخم. يعني مثلاً إذا كان أدار 102 يعني في تضخم 2%. بلبنان إدارة الأحصاء المركزي هي المصدر الرسمي للCPI أو مؤشر أسعار الاستهلاك يلي بيغطي كافة المناطق اللبنانية. وبالقطاع الخاص مركز البحوث والاستشارات بيصدر مؤشر أسعار لبيروت وضواحيها، وغرفة الزراعة والصناعة والتجارة كانت تصدر مؤشر توقف سنة 2009. أما وزارة الاقتصاد فبتصدر لائحة أسعار لسلة سلع غذائية واستهلاكية من مجموعة تعاونيات وأسواق خضار. فوارق بين أرقام المؤشر ناتجة عن أشياء كتيرة، أهمها فوارق بالوزن لكل مجموعة، فوارق بنقاط البيع المعتمدة لجمع الأسعار، فوارق بالتغطية الجغرافية. كمان سبب أساسي للتضخم هو إنه نحن بلد نستورد أكترية السلع مثل النفط والسيارات والأدوات المنزلية والاستهلاكية. التضخم بيأثر على كل شيء بحياتنا اليومية، لازم الدولة تهتم بالإحصاءات لأنه هن أساس القرارات والسياسات الصحيحة، ولازم الدولة تزود إدارة الإحصاء المركزي بالموارد البشرية والمادية اللازمة لتحديث أرقامها لتصدر بشكل متواصل وسريع، ولازم يزيد التعاون بين الوزارات وبين القطاع العام ككل والقطاع الخاص ليكون في طريقة موحدة لمتابعة الأسعار بشكل علمي ولأخذ قرارات أفضل للوطن وللمواطن.